نتصوروا السي رشيد بن حنا اللي لقى السي رشيد الرياح عرفتي كنت من مرمى الاصوات. السي رشيد بغينا نعرفوا المسار ديالك المهني بالنسبه للفيلم لا في الماضي ولا هنا في الحاضر. تبارك الله عليكم، كنشكركم على الاستضافه في المقر ديال جريده الاصوات، شكرا بزاف. بالنسبة لرشيد برياح، بحال الناس كيعرفوه، البداية ديالي كانت من الثمانينات، بداية الثمانينات، أول سهرة تلفزيونية كانت في 83، كانت أول سهرة للفنان ديال الراي، الحمد لله كان إقبال مميز. وكان بديك السهرة أن المغاربة عرفوا واحد النوع جديد من الأغنية المغربية خاصة بالمنطقة الشرقية اللي هو فن الراي، والحمد لله إلى يومنا هذا رشيد برياح موجود في الساحة الفنية وكيقدم الجديد، وعندي الحمد لله ريبرتوار يعني أكثر من 100 أغنية. ولكن الأغنية الشهيرة اللي معروف برشيد برياح هي يمينة بسلامة، وهي هو مروح علينا، والحمد لله رشيد برياح باقي موجود في الساحة الفنية إلى يومنا هذا. سي رشيد، بغينا تحكي لنا، سمعنا الأيام الجاية على أن الشاب ميمون مريض شعبة، وحتى هو في المنطقة الشرقية أعطى الكثير للفن ديال الراي، كلمة في حق هذا الفنان القادم. بالنسبة لميمون هذاك راه صديق ديالي وخويا ورفيق الدرب منذ الثمانينات، من بعد جا ميمون و يعني تقاسمنا الحلوة والمرة وما خلينا ما جلنا لا في وسط المغرب ولا خارج المغرب، وكما جميع المغاربة اللي كيعرفوا خويا ميمون اللي نطلبوا الشفاء العاجل إن شاء الله ويولي حتى هو الجمهور ديالو اللي كيبغيه. بالنسبة للميمون يعني نضو بعض الإخوان اللي قالوا غادي ندير واحد الحفل تكريم لهذا المسيرة الفنية ديال هذا الفنان، فاتصلوا بيا وحبيت الفكرة ووافقت عليها باش كنت أنا ضمن هذا الحفل اللي غادي يكون يوم 29 في هذا الشهر. وطلبوا مني باش ندير واحد الفيديو للمشاركة ديالي، وفعلا درتها، إلا أنني كنتفاجئ بواحد الناس دخلوا على الخط وركبوا على هذا الحدث، وناس باغيين يعني بحال نقولوا حنا يستغلوا الفرصة ديال هذا التكريم ديال ميمون لمصالحهم الشخصية. وكما كنت الفكره اللي كانت عندي التكريم ديال ميمون ان نديروا واحد الحفل في مسرح الخامس، حفل نستضفوا فيه الفنانين اصدقاء ديال ميمون، اعلاميين، ناس من وزاره الثقافه، ناس من وزاره الصحه اللي راه مشكوره واقفه معاه، هي اللي يعني مكلفه بجميع المصاريف ديالو والعلاج ديالو في المستشفى العسكري. الا قلت لك كما هذا جاو ناس متطفلين على الميدان ودخلوا على الخط وداروا هذا السهرة على اساس يبيعوا التذاكر، ولكن القيمه ديال ميمون ماشي هي ديال التذكره ديال 100 درهم او 150 درهم. انا بالنسبه لي اللي باغي يعاون ميمون كيعاون بينه وبين ميمون وبين الله، اما باش نقوم ناخذ هذا الحدث وهذا الحفل ديال التكريم ونستغلوه ونبقاو بحال كان تسول بهذا الفنان اللي يستغلوا المرض ديالو، فانا لما عرفت هذه الفكره عيطت لستاتي اللي كان هو صاحب الفكره واللي هو اللي اتصل بيا، اعتذرت له قلت له انا غادي ننسحب من هذه الحفله انا تسمحوا لي، كذلك عيطت لخويا ميمون اعتذرت له لان حتى هو يعني غير راضي على هذا الحفل، وعبر لي على عدم الرضا ديالو لهذا الحفل، وعلنت على الانسحاب ديالي، وناس اللي ما عجبهمش هذاك الانسحاب ديالي وناضوا بداو كيكتبوا في فيسبوك يعني ما ضامنش مع ميمون وراه عارف هذه وربي راه شاهد، الى يومنا هذا كان تواصل معايا يلا البارح ولا البارحه تكلمت معاه في التليفون،
وهذا رأيي الخاص، والله يوفقهم ونطلبوا لهم، نطلبوا أهم حاجة نطلبوا لهم. نعم شي هذا في إطار السيدي شنو على أن كنعرفوا بأن وزارة الثقافة هي التي تكتفي بالفنانة، ناهيك على وزارة الصحة. هل وزارة الثقافة هنا لها خط أو لها يد مساعدة في إطار دخول السينما إلى المستشفى العسكري للإشتشاء؟ بالنسبة لوزارة الثقافة هي في هذا الحدث يلاه وفرت لهم المسرح محمد الخامس، عطاتهم المسرح الخامس باش يتقام هذا الحفل، ويمكن وزير الثقافة يكون حاضر في الحفل الله أعلم. أما بالنسبة باش يدخل المستشفى العسكري راه كانوا الناس اللي دخلوا الوزير الصحة اللي عطى أوامر ديالو المدير المستشفى العسكري باش وفروا واحد السرير والعلاج لخويا ميمون. الساحة كما يقولوا الساحة الزرقاوية أو لغة الشارع، بأن محمد السادس ملك المغرب كان تكلف في إطار هذا الموضوع، هل هذا صحيح أم لا؟ شوف ماشي هذاك يعني لما هذه واحد سنة ولا سنة ونصف لما زاد عليه الحال الأخ ميمون تكفلت به ديك جمعية لالة سلمى لداء السرطان وهزوه من وجدة لأن كان وصل واحد المرحلة يعني ربي حفظه، وديك جمعية لالة سلمى هي اللي تكفلت به وعالجوه في الرباط وداروا له العملية الجراحية. من بعد رجع لوجدة عطوه أدوية على أساس أنه يبقى يستمر في الدواء، إلا مؤخرا زاد عليه الحال فوالا. وراني كيما قلت لك الناس اللي دخلوا وتكلموا مع وزير الصحة، وزير الصحة دار وثيقة مسنية فيها على أساس أن وزارة الصحة كتكلف بالعلاج ديال ميمون والمصاريف ديال جميع الأدوية، وعيط المدير ديال المستشفى العسكري، وأنا كيما قلت لك هو اللي وفر له هذا السرير في المستشفى وهو اللي راهم واقفين كيعالجوا. نعم نظن أن هناك أسماء يعني الهرم الكبير في ميدان الراي كالشاب ميمون، كالشاب كامل الجديد هو الأخ ديالو، كالجزائري مامي، هناك دعم من الدول المجاورة، كالشاب مامي مثلا الذي كان تاهو في نفس السياق الرابع. لا شوف لحد الآن ما كاين حتى شي دعم، يعني هذه فكرة اقترحها كما قال هو عزيز ستاتي، وكان فكرة أنه يتضامن مع ميمون ووجه نداء للفنانين كاع اللي بغى يتضامن مع ميمون في هذا الحفل، فكرة في محلها، إلا اللي دهشني وما جبرتلوش يعني هذا الجواب، كيف يعقل أن هذا الحفل مهمشين حتى الفنانين ديال المنطقة الشرقية ديال الراي، ومن ضمنهم خوه اللي من دمه من حبو كمال الدوجدي، هذا لا يعقل. وملي تكلمت معاهم وقلت لهم هذه المسألة ديال هذا، قال لك الناس ديال وجدة ينوضوا يديروا له حفل، ميمون راه داروا له حفل العام اللي فات، داروا له تكريم ماشي مرة ماشي زوج، يعني هذا الحفل كان على الأقل يخليه مفتوح لجميع الفنانين يشاركوا، وماشي من المفروض أن الفنان غادي يجي للحفل ضروري يطلع للخشبة ويغني، راه الحضور ديال الفنان راه يعني كان معنويا، ناس كما قلت لك أنا دخلوا ركبوا على هذا الحدث وبغاو للمصلحة ديالهم، ما عرفش الأهداف ديالهم واش كيستناو مور هذا الحفل، وأنا ضد هذه الفكرة ديال هذا الحفل نهائيا، باش يديروا هذا الحفل بهذه الطريقة ديال التسول. أنا جاني هذا الحفل بحال دوك اللي كنشوفوهم في الزنقة دايرين الصينية وكيقول لك أودي راه حنا عندنا واحد الفرقة الكرة عاونونا باش نشريو يعني التريكو باش هذا سي لا ميم شوز، لدرجة أنا بليت أنا اتصلت بستاتي وقلت له أودي أنا غير راضي على هذا الحفل وهذا التسيير، قال لي أنا صاحب فكرة ولكن جاو ناس ركبوا على الحدث وهما اللي راهم مكلفين، وأنا راسي ما يعني ما متفقش على هذا الشيء،
دونك فين هو فين هو؟ نعم سي رشيد، من اشهر الاغنيات ديالك هي من بسلامه والكرم شاعليه. نعم يعني ماذا ستعد لنا يعني كفنان بالراي وكهرم، ما نقولوش فنان بديع، نقولوا هرم في المنطقه الشرقيه اسمه رشيد بالرياح، ماذا سيعد لنا مستقبلا؟ بالنسبة ملي كتقول رشيد بريا كتقول يمينة بسلامة، كتقول لي مبروك علينا، لأن كانت أول أغنية ديال الراي باش المغاربة عرفوا الراي، كانت هي يمينة بسلامة في 83 في الصحراء، من بعد جات 86 درت أغنية المنتخب ديال المكسيكو. بالنسبة لرشيد بريا كي هو من ذاك يعني راه إنسان كبير، ما كبر ما بقاش يعني بحال هاد الشباب اللي طالعين قابلين اليوتيوب وقابلين هذا اغاني ويستناو داك كما كيقولوا البوز ولا نو. رشيد بريا عنده جمهور ديالو، جمهور دواب، جمهور مثقف، جمهور ناس واعيه، جمهور ديال الثمانينات ديال التسعينات اللي كيعرفوا رشيد بريا. فانا كنخدم كما كيقولوا في الخفاء، مره مره كندير شي حاجه جديده في المستوى كموضوع كاداء كموسيقى. درت اغنيه هديتها المديريه العامه للامن الوطني، وكنشكر السي المدير العام السي الحموشي اللي يعني اللي كبر بيا وشر، كان لي الشرف باش نحضر معاهم في الحفل ديال التاسيس ديال 16 ماي، والله يجازيه بخير، يعني ما عمر نساو ذاك التكبير اللي داروا رشيد بريع. كذلك عندي اغنيه دينيه نزيد صلاه على النبي سيدنا محمد في قلب حلات. عندي ثلاثه من الاغاني كنشتغل عليهم في الاستوديو، ان شاء الله في شهر اواخر شهر 10 غادي تكون موجوده، منهم واحده سينجل يعني اغنيه جديده اللي غادي ان شاء الله نتمنى تكون فيديو كليب. وعندي جوج الاغاني اللي كانوا خداو يعني شهره في الثمانينات وعاودت لهم طريقه جديده ديال الوقت باش تهد لا جينيراسيون اللي طالعه باش تولي تسمع ذوك الاغاني اللي كان عندهم واحد السكسي واحد الاقبال في البدايه ديال المسيره ديال رشيد بريع. نعم بالنسبه للمنطقه الشرقيه كنتم من الفنانين الذين اظهروا المنطقه الشرقيه على ارضيه الواقع وخصوصا الفنانين. لاحظنا من خلال التسعينات ومن خلال نقول حتى 2000 انه كان تدهور الاغنيه خصوصا الراي الذي كان يلقى شانا ارتقاء كبيرا من طرف الشعب المغربي، انتظرت شيئا ما، هل هذا نتيج عن عدم ان الشهاده ديالكم كفنانين او عدم اصدار الاغنيه الجديده بشيء جديد؟ شوف بالنسبه للحاليه اللي هذا اللي ولينا كنسمعوه كيقولوا ودخلوه في نطاق الاغنيه ديال الراي، بعيد كل البعد عن الاغنيه ديال الراي، ان اغنيه الراي لها قواعد من الاساس ديال الاغنيه ديال الراي هو الموال. لما كنسمعوا دوك هاد الاغاني اللي كتداول في اليوتيوب ولا هاد الفئه معينه ديال الشباب اللي تعطوا لهذا الميدان، راه هذاك سي با دوراي، يعني ما كيهمنيش الراي، هذوك اغاني ديال التجاريه، يعني كيركبوا بعض الكلمات اللي ما عندها تافهه، ما عندها تا معنى، كلمات ساقطه كيركبوهم على بعض الايقاعات اللي متداوله في يعني في الموسيقى حاليا. وكيقول لك حنا فنانين ديال الراي، انا بالي من هاد الناس، الراي هو رشيد بريع، هو شاب ميمون، هو كمال وجدي، هما اخوان بوشناق، هو مامي، هو خالد، الصحراوي حميد، يعني عدد اللي فنانين ديال الراي ديال الصح. اما هادو اللي كنسمعوا دروك يقول واي واي شي حاجه اللي ولينا كنسمعوا حنا كفنانين اللي بدينا في هذا الراي ومازال في المسيره ديال الراي، حنا كنتبرعوا مع هاد الناس وكنقول لهم من الاحسن بعدوا على هذا الميدان خليوه للموالي. وبالنسبة للسي رشيد بالرياح، بالنسبة للأغنية ما تسمى بالرقادة، هل فكرتم أنكم تنتجون الراب بالطريقة ديال يعني الرقادة اللي مشهورة في مدينة وجدة والمنطقة الشرقية ككل؟ أنا نقول لك الراي فيه أنواع كثيرة، كاين الراي راه فيه الحيدوس، فيه المنقوشي، فيه العلاوي. أنا من المنطقة ديال وجدة، أنا وجدي يعني وجدي بيور، أنا كنغني لو راي يعني العلاوي لو فري راي. اما الى مشينا لبركان، بركان فيها الرقاده، ما يمكنش رشيد بريح يغني الرقاده، لان
الرجاله حتى هي عندها واحد لاكسون، واحد يعني واحد شكون اللي كيعملوا الرجاله هو اللي كيكون عنده الدم ديال البركان بركاني، ما يمكنليش نطفل على الرجاله ونمشي نغنيها. انا بديت بالراي العلاوي وباقي الى يومنا هذا باش نركب على الموجه ونمشي حتى نعاود نطفل على الرجاله. ما نقدرش. الرجاله عندها هما ليها ناس بركان، كاينين فنانين تبارك الله، كاين مختار بركاني، عز بركاني، كاين طال ديوان اللي كيتعاطوا للرجاله في المستوى الكبير. ورشيد بريع عنده لامات ديالو، ستيل ديالو اللي كيعرفوا الجمهور المغربي من الثمانينات الى يومنا هذا، هو لو راي ديال المواويل والمواضيع الهادفه. إذا عرضت عليك السي رشيد بريع عن أنك قلت بأنك ستغني طريقة دينية، إذا عرضت عليك طقوسات تغني عن أغنية فنية دينية بطريقة العيساوية؟ ما نقدرش، ما يمكنش، غنولي متطفل. واش أنا رشيد بريع دوك أنا عايش في طنجة، واش غنغني طقطقة جبلية؟ أي عقل. إنسان شوف، أرى الإنسان اللي كيكون موهوب وفنان يعني بمعنى الحقيقي، راه هذاك الهوى ديال ديك المنطقة ديالك وديك المدينة اللي زيت فيها، راك شربت منها داك التراث ديال ديك المنطقة. ما يمكنش غادي نغني العيطة بحال الإخوان ديالي كيديروا العيطة، أو نغني مثل كما قلت الطقطقة الجبلية ولا الريفية. غادي نولي متطفل وبحال كنقولوا حنايا يعني بابا غيو بيروكي. سلمك المنحون من أرض القفار، وقاد كل غريب بلاد تديه ليها من أمان ينفرق. والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.